لو انت عندك كارت ميموري حصل فيه عطل مفاجئ، وكارت الميموري ده مهم بالنسبة لك وعليه بيانات مهمة جدا، لو انت مهتم تعرف هتصلحه ازاي وايه اللي ممكن تعمله، يبقى لازم تتابع الفيديو ده لغاية الاخر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اهلا بحضراتكم في قناة مستشفى المحمول. يا رب تكونوا بخير وسنة سعيدة عليكم إن شاء الله، سنة 2021 بإذن الله، ربنا يزيل عنا وعنكم البلاء أنتم ومن تحبوا. لو أول مرة تشوفني ياريت تعمل اشتراك في القناة، وما تنساش تفعل زر الجرس علشان يوصلك مني كل جديد، وياريت يا جماعة تدعموني علشان نوصل بقى للـ100 ألف مشترك إن شاء الله. بإذن الله بيكم هوصل بإذن الله. بالمناسبة يا جماعة، من لا يشكر الناس لا يشكر الله، فشكرا جدا لكم، لأن بفضل الله وبدعمكم وصلنا لـ60 ألف مشترك، فشكرا لكم من قلبي. كارت الميموري على انه صغير جدا، ولكن بيحتوي على تقريبا البيانات المهمة جدا بتاعتنا، وبيحتوي على حياتنا الشخصية وصور مهمة وحاجات متعلقة بالشغل. ممكن مرة واحدة تلاقي الجهاز بتاعك مش حاسس بكارت الميموري، وده بدون اي مقدمات. طيب هنصلح المشكلة ديت ازاي؟ طبعا انا عشان ابقى صريح معاكم وواضح من البداية، مش كل المشاكل ديت بتتصلح، ولكن في اجراءات المفروض تعملها. ساعات بنسبة 90% او 80% كارت الميموري بيرجع يشتغل، وفي اوقات تانية ما بيشتغلش، وفي الفيديو ده هعرض لكم كل الحالات اللي امتى يشتغل فيها الكارت وامتى ما يشتغلش، عشان في فيديوهات كتيرة فيك موجودة على اليوتيوب ازاي بقى تصلح الكارت ومش عارف ايه، بس معظم الفيديوهات ديت معلوماتها غير صحيحة. ان شاء الله خد مني المفيد في الفيديو ده، تابع لغاية الاخر عشان نبقى عارفين. في البداية كارت الميموري ده بيبقى فيه مسارات داخلية زيه زي اي مكون الكتروني، كل مسار بيشاور على ريشة معينة من الريش. يعني انا معايا الكارت الميموري اهو بالشكل ده، موجود فيه مسارات، موجود فيه خطوط اهي متوازية، كل خط من دول متصل بحاجة من جوه. طيب لو انا حصل عندي قطع او كسر في كارت الميموري، انا لازم ابص على كارت الميموري كويس جدا واتأكد ان مفيش كسر. ليه؟ تابع معايا بقى شوف شوف هنقول ايه. المشكلة بتبدأ انك مرة واحدة كده بتلاقي التليفون بتاعك مش قاري بطاقة الذاكرة خالص، او مرة واحدة تيجي تخش على صور ما تلاقيهاش، فتيجي تخش على الذاكرة بتلاقي ان الجهاز بيقولك مفيش اصلا بطاقة ذاكرة او كارت ميموري، بيقولك حط بطاقة الذاكرة، تيجي تبص تلاقي نفسك حاطط بطاقة الذاكرة. طيب انا ايه المشكلة بقى؟ ايه اللي بيحصل؟ الموضوع يعني لو حصل بدون اي مقدمات كده مرة واحدة، فان شاء الله حلها بيكون سهل وبسيط. كل اللي عليك ان انت بتبدأ تفك الشريحة من الظهر بالشكل ده كده، وبعد كده طبعا الكلام ده لو مفيش كسر، انت لازم تبص على الشريحة كويس، تبص كده عليها كده من على الجناب ومن فوق، وتتأكد ان مفيش كسر، لان الشريحة اصلا صغيرة، وبالتالي الكسر بيكون صغير، ممكن انت ما تكونش شايفه او واخد بالك منه. فاحنا هنا بنتأكد ان الشريحة بتاعتنا ما فيهاش اي كسر، ونبدأ بقى نعمل الحاجات اللي هقول لكم عليها ديت. ويا ريت يا جماعة الكلام ده يبقى بالتدريج اللي انا هقول لكم عليه. اول حاجة المفروض زي ما قلت لحضراتكم في الاول، ان بتبقى مجموعة من الشرط ماشية مع بعض بالتوازي، او المجسات دي بتركب على المكان بتاع التليفون، فبتبدأ توصل وتحس وتاخد البيانات اللي موجودة في كارت الذاكرة. طيب طبعا انا بعد ما اتاكد ان مفيش اي كسر، لان الكسر بيبقى بسيط جدا وخفيف جدا، لازم تتاكد وتحطه قدام مصدر اضاءه كويس وتتاكد ان مفيش كسر، لان لو في كسر لو عملنا الحاجات ديت للاسف الكارت مش هيشتغل معايا. كده الكارت ده احنا تاكدنا انه مش مكسور، وغالبا لما الكارت بيقف مره واحده وهو في التليفون ده ما بيبقاش كسر، ده بيبقى فيه مشكله بس ان بيبقى حصل على الريش ديت حصل عليها طبقه عازله، فعزلة لو ريشة واحدة بس فصلت فما بيجيبليش اي بيانات. هجيب موس كده زي ما حضراتكم شايفين، وهبدأ امشي على الريش ديت ريشة ريشة واحدة واحدة في اتجاه واحد زي ما حضراتكم هتشوفوا. بحتاج كمان بعد منها كحول او مادة متطايرة، طبعا الكحول دلوقتي موجود في كل بيت، هبدأ ارش على الفرشة، ارش الكحول على الفرشة. الاول هرش الكحول على الفرشة بالشكل ده كده، وبعد كده هبدأ انظف المكان بتاعي في اتجاه واحد
زي ما حضراتكم شايفين. طبعا الكحول مادة متطايرة، فبالنسبة لي هيبقى مفيش مشكلة، وابدأ استخدم الموس بالشكل ده وامشي عليهم ريشة ريشة واحدة واحدة بالشكل ده كده، افضل معاهم ريشة ريشة. وبالمناسبة يا جماعة، في فيروس، الفيروس ده بيجي لكروت الموماري. يا ريت يا جماعة وانتوا بتجيبوا كروت موماري حاولوا تجيبوا كروت كويسة، يعني في مثلا حاجة زي كينج ستون دي حاجة كويسة، بلاش تجيبوا الحاجات اللي هي الفرد اللي هي بيسموها الشعبي، التجار بيسموها كروت موماري شعبي، يقول لك ده عليها ضمان مش عارف ايه، وعليها ضمان سنة، وعليها ضمان سنتين، وبدور عليه بقى بعد السنة ولا السنتين. يا ريت تجيب الحاجة المضمونة، الحاجة المعتمدة، عشان ما يحصلكش المشكله دي. ممكن تعتمد على الكارت اعتماد كلي ومره واحده يبوظ لان في رداءه في التصنيع. بعد ما بخلص طبعا بالشكل ده، ما خلصتش، ما كملتش كلامي. المهم يا جماعه، في حاجه اسمها فيروس اسمه برودكت. الفيروس ده بيقفل كارت الميموري خالص، بيخليه ما يستقبلش اي بيانات. طبعا انا بعد ما بخلص ببدا امشي في اتجاه واحد وامسح بالمنديل بالشكل ده كده بالراحه في اتجاه واحد كده، بحيث ان انا انظف برضو ما يبقاش فيه اي رايش او اي حاجه موجوده على الريشه كده. انا ان شاء الله بنسبه كبيره جدا هيشتغل معايا كارت الميموري باذن الله، هيشتغل كده. انا نظفت المكان كده وشلت من عليه اي شوائب او اي حاجه متعلقه بيه، وهبدا ان انا اوصله. طيب بالمناسبه يا جماعه، فيروس برودكت ده مشكلته ان هو بيقفل التليفون الكارت الميموري خالص، بيخلي البيانات اللي عليه موجوده ما تقدرش لا تنقلها ولا تضيف عليها اي حاجه، وما ما بيقبلش اي فرمطه خالص. لو جبت فرمطه ما بيقبلش فرمطه. طبعا الموضوع ده له حل، ان شاء الله هقوله في فيديو كمان، يعني الفيديو الجاي باذن الله او الفيديو اللي بعده، يعني على حسب ما اجهز البرنامج بتاعه هقول لحضراتكم على الحل بتاعه. حضراتكم بس اعملوا اشتراك وفعلوا الجرس، وان شاء الله الفيديوهات اللي جايه هتوصلكم من غير ما تدوروا عليها. طبعا انا وصلت كده وهبص اهو الكارت اهو اشتغل كده، الكارت اشتغل وقرا معايا. كان الاول بيجيب لي ايه؟ كان الاول بيجيب لي غير مدرج او مش حاسس بيها، كانها مش موجوده. طيب طبعا الموضوع ده يعني سهل جدا التنظيف، ولكن طريقه التنظيف نفسها هي اللي عايزه بس ايه بالراحه كده ورفق، لان انت بتتعامل مع شريحه الكترونيه ضعيفه جدا، وبتتعمل لما حضرتك بتعملها كده بالراحه وبالطريقه بالتسلسل ده بتمشي معاك وبتبقى مظبوطه جدا في حاله لو مفيش كسر. يا ريت يا جماعه لو حضراتكم استفدتم من الفيديو تعملوا لي اشتراك وتفعلوا زر الجرس، وشكرا جدا لحضراتكم والسلام عليكم ورحمه الله. عند حضراتكم اي اسئله بخصوص اي حاجه تخص التليفون المحمول ممكن تكتبوا لي في التعليقات، او هسيب لكم اللينك بتاع الانستجرام بتاعي ومركز حمدي لصيانه المحمول على الفيسبوك، صفحتنا على الفيسبوك. شكرا لكم، مع السلامه.